فاطمة، أنا ما أقدر أحكي، والله أستحي، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم، والله لساني ينعقد، سبحان الله. هو يقول على لسانه، ما مكتوب، هو يقول، ينقل: وكان ثدياها طويلين بحيث كانت تلقيهما من أعلى كتفيها، هيجي هكذا تلقي ثدييها للوراء، على عقبها، وترضع أولادها من وراء ظهرها، على ما ذكر بعضهم ذلك مسندا إلى الرواية. المحقق قواد. ليش أنت ما تعرفون خذلان علمائنا الأعلام أكثرهم وليس كلهم أصبح لا يطاق؟ أنتم تعرفون هذا ما استحى من نقلها، ما فكر من نقلها، أحمق من نقلها، ما قال كيف أنا أنقل هذا وهو هالقد ما حمار من الأصول وحمار من الرجال ينقل في فضائل الزهراء سلام الله عليها. هسه يجيني قواد يقول هذا ناقله من غير كتاب، يقول وروية، هذا احتفظ بقوادتك الشرعية، إذا منقول أو إذا غير منقول، نقله لهذا الكلام وعدم التعرض له وإسقاطه والتبري منه ومن قائله يكون شريكا في الموضوع. فأنا لو كنت أحقق هذا الكتاب لكنت قلت أن هذه من حماقة التبريزي صاحب اللمعة البيضاء، ومن سذاجته، ومن انحرافه بعلم الأصول والرجال، يطعن في السيدة الزهراء، سيدة نساء العالمين، نساء الكون. طبعا إذا أنت أستاذك الحيدري طبعا يطيح حظك. هو الخذلان. اللهم يخذلكم، اللهم يجعل كتاكيت النواصب يرقصون على ظهوركم إن شاء الله، إن شاء الله الله يسلط عليكم النواصب يفضحونكم آناء الليل وأطراف النهار. أما يجيني واحد يسلط عليكم ذول النواصب إن شاء الله يسووكم مضحكة ويطبكم مرض، طبكم مرض. هذا كلام منحرف، كلام باطل، كلام فاسد، مقالة كفر بحق فاطمة عليها السلام. ويدل هذا على أن المؤلف منحرف عن العقيدة أخوتي الكرام، فاسد في الفكر، غبي، ما يعرف ينقل الكلام. هذا هو دليله. أيضا ناصر مكارم الشيرازي أيضا قال في تفسير الأمثل في الجزء 13 صفحة 45 هو هذا ما نشتري فلس، يعني أنه كتاب الله، يعني اللوح المحفوظ، يعني بمعنى الكلام. وأيضا يقول الطبطباري في كتابه حياة ما بعد الموت أنه هنا يتضح أن اللوح المحفوظ الذي عبر عنه أخي هنا أبو وليد الإمام المبين. أبو وليد، طيب بس أبو وليد اصبر، أنت جاي تذكر مفسرين عندنا ذولا كفرة ملاحدة زنادقة، تدري لو لا؟ طيب أولا هل الطبطبائي، طيب معليش، نعم الطبطبائي كافر عندك؟ نعم الطبطبائي صاحب تفسير الميزان ملحد. طيب. كافر كلب أجرب. نعم طيب، والمازندراني ذلك له رأيه، احنا نتكلم عن الرواية. بهاء الدين محمد بن حسين العاملي المعروف بالشيخ البهائي، عالم أديب إمامي شيعي، شعراء، ولد بعلبك لبنان، درس العلم منذ نعومة أظافره، ودرس الرياضيات والتفسير والفقه وإلى آخره. طيب بعد شي يقول الطالب ماله؟
ذكره العلامة الخوانساري في روضات الجنان، وقال: شيخنا الإمام العلامة ومولانا الهمام الفهامة أفضل المحققين وأعلم المدققين خلاصة المجتهدين شيخنا بهاء الملة والحق والدين محمد بن الشيخ العلم العلامة عز الملة والحق والدين أورده السيد الجليل وتلميذه الثق النبيل وشيخنا هذا طاب ثراه قد كان أفضل أهل زمانه بل كان متفردا بمعرفة بعض العلوم التي لم يحم حولها أحد من أهل زمانه ولا قبله على ما أظن. فالكلام أظل حتى أنت راح تقول شيخنا تعبنا دحكي. في السر المستتر صفحة 34 يقول: طلب الحمل للمرأة التي تريد أن تحبل، عقيمة مثلا أو ما تخلف تريد تحبل، تؤخذ خصية الأرنب، يقول في الصفحة 34 تؤخذ خصية الأرنب مع سرته ويجففان وتوضع وتضع المرأة منها شيئا قليلا داخل الفرج ليتحقق لها الحمل. ثم شوفوا هذه النكتة عجيبة غريبة: إن مولودها يكون ذكرا إذا كان الأرنب ذكرا ويكون أنثى إذا كان الأرنب أنثى. يعني نحن نحرم أكل الأرنب ونحلل خصية الأرنب في فروجنا. أنا أسألكم سؤال، يقول إن مولودها يكون ذكرا إذا كان الأرنب ذكر ويكون أنثى إذا كان الأرنب أنثى، وين أنثى الأرنب عندها خصية؟ فهمون؟ أنا بحياتي ما سامع أنثى عندها خصية أجلكم الله أو لديها خصيتان. أنا أعرف الذكر لديه خصية. خطير. وأصلا هذا الكلام أتى نتيجة الاجتهاد ونتيجة الدراسات المنحرفة، وإلا لو كان جمد على حديث محمد وآل محمد لما وصل إلى هذا الذي نحن وصلنا إليه، واقتبس صبغة صوفية من الطرف الناصبي وتأثر بشمس المعارف الكبرى. أتبرأ إلى الله عز وجل من هذا الانحراف. الأرنب محرم علينا إلا أن خصيته محلل على فروجنا. من خذلان النواصب وطيحان حظهم، ترى أخوتي ذول اللي يعلقون باحثين، أنا أعرف أعرف من أول جملة الشخص من الذي يكتب ماذا يريد. كثير منهم باحثين الذين يعلقون، شوفوا ضعف الناصبة وانهيارهم ايش سووا، يستشهدون بكمال الحيدري، والكل يعرف أن الحيدري منحرف عن العقيدة، والله كمال الحيدري منحرف انحراف خطير أصلا. وفضل الله لو هذا محسن الأمين هذا الطايح حظه، وهكذا بياسر عودة أصلا هذا مو شيعي، يستشهدون بهؤلاء أخوتي الكرام الناصبة، لأن خذلانهم بعد الطبقة الثانية بالاستشهاد للأسف يستشهدون بالأصوليين الناصبة أخوتي الكرام. ماذا قالوا؟ نهاية الأحكام العلامة الحلي جزء الأول صفحة 208-209 الطبعة الثانية يقول: ولو قلنا، طبعا يشرح لكن هذه نهايته وهي الزبدة، ولو قلنا أن مس الفرج حدث، ولو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب صح التيمم، لأن أول الأركان المسح للنقل. شوفوا شو يقول، يقول إحنا إذا قلنا مثلا أن مس الفرج يعد حدث، اسمع، يعد حدث،
يقول لو ضرب بيده على فرج امرأة عليه تراب صح التيمم. ليش؟ يقول لأن أول الأركان، أركان التيمم، مو إحنا عندنا أركان وضوء، أركان التيمم هو المسح، المسح للنقل، يعني لا حالة النقل. هذا كلامه عم ناصبي، هذا كلامه باطل، كلامه منحرف، كلامه فيه ذوق ناصبي، فيه ذوق ناصبي واضح المعالم. تستشهدون بأناس، واحد يستشهد لي بعباس الخوي مخبل طايح حظه، واحد يستشهد لي بمدري منه، هاي هذه طاقتهم بعد الناصبة أفلسوا. هذا كلام باطل. شي يقول العلامة الحلي؟ يقول إذا كان تراب على فرج المرأة وضرب يده على فرجها ومسح يصح التيمم، وهذا ذوق فقهي ناصبي طايح حظه للأسباب التالية. أولا هذا اجتهاد منحرف، لأن النص، شوفوا النص كما في الكافي المقدس، النص بعدين أي تيمم هذا على فرج مرأة؟ شنو هالاستهتار بدين الله عز وجل؟ شنو هالاستهتار بالعبادات؟ نفس سبحان الله. والنص يقول من الأرض وأنت تضرب على الأرض، هو اللي يشوف فرج امرأة بعد يعرف يتيمم؟ أنتم بالله عليكم، مع جل احترامي للناس، هذا انحراف أخوتي، وهذا استهتار بدين الله. والعلامة الحلي ذوقه ناصبي الهوى، وأنا أبرأ إلى الله من هذه الأقوال الفاسدة. إنما أصل التيمم من الأرض أخوتي الكرام، يعني حتى لو تأخذ التراب إلى غير مكان لا يصح، بل هذا استهتار أنني أقول صح التيمم. يعني لو ذكر هذا وقال هذا باطل ومحرم لكان بها باب وجواب، إلا أنه يجوز ذلك فهو انحراف ناصبي الهوى أخوتي الكرام، بل محرم لأنه استهتار بالدين أخوتي الكرام. واحد تافل بحلقة ثانية.